أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. علي بن أبي أصلي بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. أهل بيت أهل بيت دنسج طحروا من دنس. أهل بيت طحروا من دنس ولهم في الحشر أعلى الدرجات. فإذا ما ذكروا في محشرين فارفعوا أصواتكم بالصلوات. طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. ولم يلهني دار ولا رسم منزل ولم يتطربني بنان مخضب ولا السانحات البارحات عشية. أمر سليم القرن أو مر أعضب. ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يطلب. محمد إلى النفر البيض الذين بحبهم إلى الله فيما نابني أتقرب. بني هاشم رهط النبي وإنني بهم ولهم أرضى مرارا وأرضى
تغضبوا. فطائفة قد كفرتني بحبهم، وطائفة قالوا مسيء ومذنب، فما ضرني تكفير هاتيك منهم، ولا عيب هاتيك الذي هو أعيب. وقالوا ترابي هواه ودينه، بذلك أدعى بينهم وألقب، فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. ألا إن خير الناس أما ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم. أتتنا به للحلم والعلم ثامنا، يؤدي حجة الله تكتم. اللهم صل محمد. روي عن نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: ستدفن بضعة مني بأرض خراسان ما زارها مؤمن إلا وجبت له الجنة وحرم جسده على النار. صلوا على محمد وآل محمد. الإمام الثامن من أئمة الهدى وسفينة النجاة، ضامن الجنان، أنيس النفوس وشمس الشموس، الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المنتجبين، الذي كانت ولادته في الحادي عشر من شهر ذي القعدة من عام 148 على ما هو المشهور. وهناك قولان آخران أنه ولد سنة 151 أو سنة 153. أبواه الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، أشهر من أن يعرف، فهذا نسب قصير وكفى به فخر العرب حينما يريدون أن يفتخروا بالنسب، يقال يقول أنا ابن فلان، فيشير إلى نسب قصير، فيشير إلى ذلك النسب وإلى مجد ذلك النسب. فكيف إذا نسب إمامنا الرضا عليه السلام بحيث يقال علي بن موسى ابن جعفر ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر
ابن علي زين العابدين ابن الحسين الشهيد ابن علي ابن أبي طالب، سلسلة وأسماء لو قرأت على ذي جنة لأفاق من جنته. هذه الأسماء لها بركة. وأما أمه فهي جارية مولدة من أشراف العجم، مولدة يعني التي نشأت في المجتمع العربي وتربت بينهم وبين أبنائهم وأخذت من آدابهم، وهي يقال لها نجمة ويقال لها تكتم، يقرأها البعض تكتم أو تكتم، لكن ما يؤكده المحققون أنها تكتم. والأبيات التي للصولي التي يقول فيها هما البيتان: أتتنا بها أو أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتم، مما يشير إلى ذلك كانت في غاية الأدب والتقى والورع. لما ولدت بالإمام علي الرضا سماها إمامنا الكاظم بالطاهرة، وليس من العجيب تسمية الجواري أو الإماء بأسماء متعددة، وهي حقيقة تنبع من صفاتهم. سماه أبوه عليا تيمنا بجده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبجده الآخر عليا زين العابدين، وأشار الإمام الكاظم إلى ذلك. وفي رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام أن أباه الصادق بشره به وأشار إلى هذه التسمية، قال: إن في صلبك عالم آل محمد، وليتني أدركته وهو سمي أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه. أطلق عليه عالم آل محمد لما يظهر في زمانه وعصره من علوم ومن كنوز أهل البيت ما يواجه به كل الخصوم ويطارحهم ويناظرهم ويتغلب عليهم. وكان هذا من أفعال المأمون، حيث كان يجمع له العلماء من مختلف الأمصار ومن مختلف الأديان ومن مختلف اللغات، علّه يفشل الإمام يوما ما، لكن الإمام عليه السلام الذي أيده الله سبحانه وتعالى بالحجج الظاهرة كان هو المنصور من الله سبحانه وتعالى، وأفشلت جميع خطط المأمون. إذن هذا عالم آل محمد، هذا اللقب له دلالته الواضحة على الإمام الرضا عليه السلام، وله ألقاب كثيرة كالصابر وأنيس النفوس وشمس الشموس وقاهر الظالمين وغير ذلك، كلها مشتقة من صفاته وفضائله وما أثر عنه، وأشهرها الرضا. والرضا هو من الأسماء أو من الألقاب التي جاءت في اللوح الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ودفعه إلى ابنته الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، وقد أردته جابر الأنصاري. يعني هذا اللقب من الألقاب التي الله سبحانه وتعالى خالق الخلق
العارف بهم هو الذي لقبه، وليس كما يدعى أن المأمون لقبه بذلك لأنهم رضوا به، بل الله عز وجل لقبه ونبينا ذكره والأئمة الهداة عليهم السلام أيضا ذكروه بهذا اللقب. من الأمور المؤكدة في دنيا التشيع أن الإمام تثبت إمامته بأمرين: بنص الإمام السابق عليه، وبتأييده بالمعاجز من قبل الله سبحانه وتعالى، لأن النفوس تتفاوت من حيث الإيمان والإطمئنان والوثوق. بعض الناس يكتفي أنه يسمع النص والتعيين من قبل الإمام الذي ثبتت حجيته وإمامته، يكتفي بذلك. آخرون لا، إنما يسعون إلى التثبت أو إلى الإيمان من خلال المعجزة، من خلال ما يأتي به الإمام من خوارق العادات، والبعض يريد الاثنين معا. من الواجب في اللطف الإلهي أنه أيد الأئمة بالاثنين معا، النص سواء كانت النصوص العامة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في شأن الأئمة كالأئمة من بعد 12 مثلا، ومن أهل بيتي ومن قريش وما شاكل، أو النص الخاص من قبل كل إمام سابق على الإمام اللاحق. العلامة المجلسي في البحار في هذا الباب ذكر 48 رواية باب النصوص أو على الخصوص، النصوص على الخصوص يعني على خصوص الإمام عليه السلام إمامة الرضا، 48 رواية، 44 منها الإمام الكاظم يؤكد وينص ويوصي بإمامة ولده، وأربع منها عن الإمام الصادق عليه السلام يعني قبل أن يولد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الروايات، ليش كثرة الروايات في هذا الباب تحديدا مع الإمام الرضا؟ لأن إمامة الرضا عصفت بها العواصف. لاحظ أولا، إمامة الرضا سلام الله عليه تزامنت مع خروج مذهب فاسد، وهو المذهب الواقفي الذين وقفوا على الإمام الكاظم عليه السلام ولم يقولوا بإمامة الرضا. وجملة من هؤلاء الذين وقفوا على الإمام الكاظم كانوا ممن رووا أحاديث الأئمة من بعد 12 كعلي بن حمزة البطائني. أسباب أكو لماذا وقفوا، أسباب يشير إليها الباحثون، من جملتها الطمع وحب الدنيا، لأن جملة من هؤلاء كان عندهم بين أيديهم أموال للإمام الكاظم عليه السلام وكثيرة جدا، فإذا قالوا بإمامة الرضا اضطروا إلى تسليم تلك الأموال للإمام الرضا، أخذتهم الدنيا، فقالوا بأن الإمام الكاظم لم يمت وبالتالي استولوا على تلك الأموال. أيضا من الذين كانوا معاندين في إمامة الرضا بعض أخوته، وهذا أمر ليس بالغريب، أن الإخوة حتى وإن كانوا من النسب ما كانوا أنهم يحسدوا أخاهم على ما آتاه الله من الفضل، كما في إخوة نبي الله يوسف. فلذلك نجد أن الإمام الكاظم عليه السلام خرجت منه وصايا كثيرة وتأكيدات، أهمها ما أشير إليه، هذا عمل
ما سبق لأحد من الأئمة عليهم السلام أنه قام به، وهو أنه يأمر أو يأتي بما تقوله الرواة 17 من أولاد علي وفاطم، منهم من أخوة الرضا وأعمام الرضا، جاء بهم وين؟ إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، وأقبل إليهم وبيده ولده الإمام علي الرضا سلام الله عليه، إلى أن وقف على القبر والتفت إليهم قال: أتعرفون من أنا؟ قالوا: أنت سيدنا وكبيرنا والإمام الكاظم بعد يجهل أمره، وهؤلاء كانوا يقولون بإمامته ويؤمنون بإمامته. قال: لا، ليس هذا الذي أريده، سيدنا كبيرنا خلوها على جنب، انسبوني واذكروني بنسبي، انسبوني وسموني. قالوا: أنت موسى ابن جعفر. قال: ومن هذا معي؟ يشير إلى ولده. قالوا: هذا علي بن موسى ابن جعفر. قال: إني أشهد الله ورسوله وأشهدكم أنه وكيلي في حياتي، وهو الوصي بعد موتي، فمن كان له دين علي فليطالبه، ومن كانت له عدة عندي أنا موعدن بشيء فليستنجزه منه، هو ينجز عداتي يقضي ديني، ومن كان لابد له أن يلقاني فلا يلقاني إلا بكتاب منه. إذن هو الباب للإمام سلام الله عليه. فلاحظ هذا الأسلوب الذي استخدمه الإمام عليه السلام لينص على إمامة ولده، ما كان معهود في الأئمة الذين سبقوه. لماذا؟ لما ستعصف بإمامة الرضا عليه السلام من عواصف، ومنها من إخوته ومن أعمامه، ومن هؤلاء منهم محمد بن جعفر الصادق، وهو أخو الإمام الكاظم وعم الإمام الرضا سلام الله عليهما. في قصة راح أذكرها بعد ذلك عن هذا الرجل. في أيضا نص آخر نجد الإمام عليه السلام وين؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وبحضور 60 شخصية من أصحابه، من خلص أصحابه عدا أهل بيته. الإمام يصعد على المنبر وينادي بأعلى صوته: أيها الناس، اشهدوا أن عليا ولدي هذا هو خليفتي وهو الإمام من بعدي. إذن النص على الإمام عليه السلام ثبت من الإمام السابق، وكما ذكرت لك 48 رواية ذكرها العلامة المجلسي، كلها في النصوص على الإمام الرضا بالخصوص من الإمام السابق عدا ما كان عاما. إذن هذا ما الأمر الأول الذي تثبت به الإمامة. بعد ذلك يجي واحد يقول: لا، أنت لست بإمام. هذا راد على الله وراد على رسوله وراد على الإمام المفترض الطاعة. الإمام أقام الحج. أما الأمر الثاني وهو المعجز، الأمر الخارق للعادة، كل الأئمة سلام الله عليهم كان الله أيدهم بالمعاجز، وظهرت على أيديهم المعاجز الكثيرة والكرامات في حياتهم، وأما بعد مماتهم أيضا فالكثير والكثير ومدون ومثبت. لكن يهمنا ما كان في حياة الإمام الرضا عليه السلام مما يعنون ضمن عنوان إقامة الحجة على المحجوج ليثبت إمامته. أيضا هناك روايات كثيرة
أكتفي بروايتين. الرواية الأولى ما نقلها الحسن ابن علي ابن زيد الوشا الخزاز، هذه حرفة، البجلي الكوفي، يعني رجل عربي من أهل الكوفة، هذا يعمل في الملابس، في الجبب والخز وما شاكل ذلك والحلل. هذا أخذ عند مجموعة من الحلل والحبر وخرج من الكوفة متجها إلى خراسان يتجر بها، وهذا كان من الواقفة الذين وقفوا على الإمام الكاظم عليه السلام. طبعا مضلل الرجل، وصل إلى مر، إجا إلى خادم الإمام الرضا عليه السلام، قال له أريد منك حبرة، نشتري منك حبرة لنكفن بها مولا للإمام الرضا عليه السلام. قال له أنا في الطريق بعت كل ما لدي، ما عندي شيء، لا حلل لا حبر ماكو. رجع الغلام إلى الإمام الرضا، قال له ارجع إليه، قال له لا بعني الحبرة. إجا إليه قال له بعني الحبرة، قال له ما عندي. ولم يعتني به لأنه كان يقطع أن ما عنده شيء، كل شيء نفذ باعه. رجع إلى الإمام الثالث أرجع، قال له قل له يقول لك سيدي الرضا إن الحبر في السفط الفلاني. إجا قال هذا هم مصدق ومكذب، إجا إلى السفط فتحه وإذا هو في عرض، شاف الحبر في عرض ثيابه، أخذها صدق كما قال هذا الغلام، دفعها إلى، قال له أنا لا أريد ثمنها، يعني هذه على قولتهم بيت النازل بعد ما نحتاج، سقط متاع خذها بلا ثمن. راح الغلام رجع إليه قال له أتبي أتهدي ما لا تملك؟ شلون أنت تتصرف في شيء ما تملكه وتهدي هذا ما تملكه؟ التفت، شلون يعني؟ قال له إيه، لأن هذه الحبرة لابنتك فلانة، سماها باسمها، أعطتك إياها لتبيعها وتشتري بثمنها فيروزجا وسبجا. بعض الكتب يقول وسبحا، لكن يبدو الثابت سبجا، نوع من أنواع الثياب أيضا. يقول له تفضل هذه قيمتها، الإمام أعطاه قيمتها بالضبط المقدرة في سوق خراسان، أخذها. هذا صار يفكر في نفسه، قال عجيب، هذا كلها أخبارات غيبية، يعني أنا وقفت على الإمام الكاظم، الآن هذا الذي يدعى له الإمامة وهو يدعي الإمامة جاي يخبر بأمور غيبية، خليني أنا أختبره. عنده هو بعض مسائل كان سائل بها الإمام الكاظم عليه السلام من قبل، والإمام جاوب عليها. بعض المنقولات تقول سبعة مسائل، الإمام الكاظم جاوب على ستة وسابع تركه. هذا إجا كتب السبع مسائل وخلاها في درج، يعني شيء توضع فيه تطوى فيه الأوراق والكتب، وخلاها في كمة، وإجا إلى دار الإمام، شاف أكو زحمة على الدار من عرب وجند وقواد، الآن شو سوي؟ يقول خليني أجلس إلى أن يخف الزحام بعد ذلك أدخل عليه. جلس، تعب من الجلوس، شاف ما أكو فايدة، أراد أن ينصرف، هم بالانصراف، وإذا الخادم يطلع يتفحص الوجوه ويصيح أين ابن بنت إلياس، يعني يشير إلى نسبه من جهة أمه، بابن وبنت إلياس، هذا من الكوفة ولا في خراسان، من يعرف نسبه من جهة أمه؟ قال له أنا، يعني هذه أيضا شنو، واحدة من الأدلة، قال له أنا، قال له تفضل، طلع له هذا من كمه درجا آخرا، قال له تفضل هذه أجوبة مسائلك. فتحها لقى بالفعل، تفضل مولانا، لقى بالفعل أنه نفس الأسئلة
الإمام مجاوبها ست أسئلة، أجاب عليها وترك السابع، فعند ذلك ترك الوقف واستغفر ربه وقال بإمامة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ببركة الرضا. اللهم صل على محمد. الرواية الثانية، أحاول أسرع شوية لأن أخركم، أنه أكو رواية، هذه رواية طويلة أقتصر على الشاهد منها، لمحمد بن الفضل الهاشمي. الإمام قايل له وهو في المدينة، قال له اذهب إذا رحت إلى البصرة اجمع الشيعة حولك وأيضا غيرهم وأخبرهم عني صفات، أني أنا أعلم كل شيء نزل من الله، أعلم اللغات كذا. فهذا امتثل للأمر. أكو واحد يقال له عمرو بن هداب البصري وهو من النواصب. الإمام قال له أنا بعد 3 أيام أكون بالبصرة، بس ما طلع الإمام رأسا، لا، الإمام صلى صلاة الصبح في المدينة في مسجد النبي وطلع قبل الظهر بساعات وإذا هو بالبصرة طويت له الأرض. إجا الناس مجتمعين في المجلس الذي أعده الهاشمي، فهذا رأسا إجي لهذا ابن هداب قال له لقد أخبرنا الهاشمي عنك أمورا لا تقرها القلوب، قلوب ما تقبلها، ما يمكن تحملها. قال له ما هي؟ قال له يقول إنك تعلم كل شيء نزل من الله، تعلم الألسن، ماكو شيء أنت إلا وتعلمه في هذه الدنيا. قال له صدق محمد وأنا أخبرته أن يقول ذلك، فهلموا مسائلكم، شو عندك من مسائل تفضل. قال له أولا قبل المسائل خلينا نختبرك في اللغة في الألسن، شلون تعرف كل اللغات؟ قال له تفضل. يقول فجاءوا بأربعة، هندي ورومي وفارسي وتركي، كل واحد عنده مسألة سأل الإمام بلغته، الرومي بالرومية، الهندي بالهندية، الإمام يجيب كل واحد بلغته. أقروا جميعا أن الإمام أفصح منهم بلغاتهم. هذا أول اختبار، والإمام أشار إلى هذا، الإمام الرضا الإمام العسكري أشاروا أنه ما الفرق بين الحجة والمحجوج، وإذا الإمام جعل الله جعل الإمام حجة على الخلق كلهم على اختلاف ألسنتهم، كيف لا يعرفوا لغاتهم؟ فإذا هذا الاختبار الأول. الإمام التفت إلى هذا ابن هداب قال له يا ابن هداب لو أخبرتك أنك ستصاب بعد أيام بدم رحم أتصدقني؟ قال له لا، شو نصدقك، هذا علم غيب، ما أصدقك. قال له الله عز وجل يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ورسول الله مرتضى عند الله، والله أطلعه على المغيبات، ورسول ونحن ورثة رسول الله، ورسول الله علمنا ما كان وما يكون. لكن هم أزيدك، هذا الأمر الذي أخبرتك سيكون كائن بعد 5 أيام، فإن رددت ذلك فقد رددت على الله ورسوله. بعد أدلك على، عندي دلالة ثالثة، قال له وإنك ستصاب في بصرك فلا فتصبح مكفوفا فلا ترى سهلا ولا جبلا. بعد هم أكو دلالة رابعة، وإنك بعد أيام
تحلف يمينا كاذبة فتضرب بالبرص. يقول الهاشمي ما هي إلا أيام اللي حددها الإمام، وإذا به بابن هداب يصاب بكل ما قاله الإمام الرضا عليه السلام. التفت جاء إليه محمد بن الفضل قال له ما تقول، أصدق الرضا أم كذاب؟ قال له والله، شوف العناد ماذا يصنع، قال له والله إني علمت أن ذلك كائن من وقت حدثني، ولكني كنت أتجلد، كنت أتجلد. هذا هو العناد. إذن الإمام عليه السلام تحقق له هذان الأمران صلوات الله وسلامه عليه، فثبتت إمامته. أما ما يتعلق بفضائله ومناقبه وصفاته فحدث عنها ولا حرج، يكفي ما قاله أبو نواس في شأنه حينما رآه قال جئتك بأبيات أمدحك بها، مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا، من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر، والله لما برى خلقا فأتقنه، صفاكم واصطفاكم أيها البشر، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. قيل لي أنت أشعر الناس طرًا في فنون من الكلام النبيه، لك من جوهر البديع نظام ينثر الدر في يدي مجتنيه. فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه، قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. اللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير محمد صلى الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما أراد الله جل وعلا أن يهب لإمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر الكاظم حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولده حجة الله على عباده النور الساطع والكوكب اللامع والعلم الزاخر أبا الحسن الثاني علي بن موسى الرضا ضامن الجنان وثامن الأئمة الهداة حفيد النبي محمد. علقت به أمه السيدة الجليلة تكتم، فتتابعت عليها الشهور والليالي والأيام،
فلما أن تم لها الشهر الرابع وأولج الله تعالى فيه الروح صار يهلل ويسبح ويقدس في بطن أمه، وأمه تسمع من بطنها التسبيح والتحليل. هذا ابن النبي محمد. فلما كانت ليلة ميلاده المباركة وأمه في دارها وحولها نساء من بني هاشم يلين من أمرها ما تلي النساء من النساء، وهي لا تجد ألما ولا وجعا بل تجد خفة واتساعا، إذ وضعت بالإمام أفضل اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعد علينا هذه الليالي المباركة بالخير واليمن والبركات والعافية. كريم المؤسسون تقبل اللهم أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، احفظهم ومن يلوذ بهم. جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا. والختام أفضل الصلاة والسلام